السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مواقيت الصلاة في مصر: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، 14 جمادى الأول 1445 من قناتي أنا وحياتي. فضلا وليس أمر أتمنى دعمكم للقناة باشتراك ولايك. مواقيت الصلاة على القاهرة: الفجر بإذن الله في الرابعة 59 دقيقة، الشروق في السادسة 31 دقيقة، ويؤذن الظهر بحول الله وقوته في الحادية عشر 43 دقيقة، العصر بإذن الله على مدينة القاهرة في الثانية 36 دقيقة، المغرب في الرابعة 55 دقيقة، وتؤذن العشاء بأمر الله تعالى في السادسة و17 دقيقة. صلوا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما كان ويكون، عدد الحركات والسكون. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، صلاة دائمة قائمة إلى يوم نلقى وجه رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دمتم في أمان ونعمة. السلام عليكم.